بعدها هو الذي بعدها ولا أرسلنا بعدها حاميم بعدها فقضاهن بعدها وقالوا بعدها إن الذين بعدها ومن آياته بعدها إليه يرد بعدها حاميم بعدها فاطر السماوات بعدها والذين بعدها ذلك الذي بعدها ومن آياته بعدها وتراهم بعدها وكذلك أوحينا بعدها والذي نزل من السماء. ارجع من هذه الصفحة 300 صفحة وقل بأي آية تنتهي. ثم أنزل الله سكينته. دقيقة الكمبيوتر ما يلحق به. طيب 300 صفحة قبلها بأي آية تنتهي الصفحة؟ ثم أنزل الله سكينته. هسا رح نصعبها أكثر. ارجع آية آية رح يقرأ بشكل القهقرائي. آية آية رح يرجع. قبلها أي آية؟ لقد نصركم الله. قبلها أي آية؟ قل إن كان آباؤكم قبلها يا أيها الذين آمنوا خالدين فيها قبلها يبشرهم ربهم قبلها الذين آمنوا قبلها أجعلتم قبلها إنما يعمر قبلها ما كان للمشركين قبلها أم حسبتم قبلها ويذهب قبلها قاتلوهم. صفحة التي بعدها بأي آية تبدأ؟ يبشرهم ربهم. صفحتين بعدها يريدون أن يطفئوا. صفحتين. انفروا خفافة. صفحتين. فلا تعجبك. صفحتين. كالذين من قبلكم. صفحتين. استغفر لهم. خمس صفحات. التائبون العابدون. خمس صفحات. وإذا تتلى عليهم اللهم صل على محمد وآل محمد. عشر صفحات بعدها. فلولا كانت قرية. نهاية الصفحة أي آية؟ ولا تدعوا من دون الله. الكلمة الأخيرة. الظالمين. صلوا على محمد وآل محمد. يلا هسه بالفارسي إن شاء الله. بس أنا ما أدري الدنمارك شلون أمشي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أحد الإخوان أخي يعطي رقم صفحة. فضل مولانا. 313. بسم الله الرحمن الرحيم. جناب الأستاذ حبيب الغالي الدكتور محمد مهدي. ما هي السورة؟ سورة طه الجزء 16. هذه الصفحة في جانب اليمين. هذه السورة تبدأ من أي صفحة؟ 312. بأي صفحة تنتهي السورة؟ 321. ولهذه السورة 135 آية. أحسنتم. بداية الصفحة أي آية؟ وأنا اخترتك. نهاية الصفحة أي آية؟ ولقد مننا. الكلمة الأخيرة أخرى. في أي مكان نزلت السورة؟ في مكة. ابدأ من بداية الصفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أحسنتم. طيب الله. اعطيني رقم صفحة اللي هي اليوم الزاحة منه. اعطيني رقم صفحة. 425 صفحة شهر سد و بیست و پنج تغازا کردند عزیز ما. خب صفحه 425 جناب استاد دکتر محمد مهدی حق گویان. سوره مبارکه. سوره مبارکه احزاب جزء 22. این صفحه سمت راست هست. از چه صفحه شروع میشه این سوره؟ 418. چه صفحه تموم میشه این سوره؟ 427 و 73 آیه هم داره این سوره. احسنتم. خب اول صفحه چه آیه؟ ترجی من تشاء. آیه آخر صفحه؟ ان تبدو. کلمه آخر؟ علیما. از اول صفحه تلاوت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. جناب آقای دکتر حقویان صفحه بعدی اولین آیه رو لطف کنید به یه روایت مختلف بخونید. ورش بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن
ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. آقا من خیلی لذت بردم از آهنگت، واقعا عالی بود. این چه روایتی بود شما تلاوت کردی؟ روایت ورش. روایت ورش. صفحه بعدی با چی شروع میشه؟ يسألك الناس عن الساعة. صفحة بعدي. الحمد لله. صفحة بعدي. أفترى على الله. صفحة بعدي. لقد كان لسبأ. صفحة بعدي. ولا تنفع الشفاعة. صفحة بعدي. قال الذين. بعدي. ويوم يحشرهم. بعدي. قل جاء الحق. بعدي. وإن يكذبوك. بعدي. وما يستوي البحران. بعدي. وما يستوي الأعمى. بعدي. والذي أوحينا. بعدي. هو الذي جعلكم. بعدي. ولو يأخذ الله. بعدي. واضرب لهم. بعدي. وما أنزلنا. بعدي. وآية لهم. بعدي. إن أصحاب. بعدي. أولم يروا. بعدي. والصافات. بعدي. ما لكم. بعدي. يقول أنك. بعدي. وجعلنا. بعدي. فلما أسلم. فلما أسلم. ارجع من هذه الصفحة 300 صفحة. وقل بأي آية تنتهي الصفحة. وهو الذي جعلكم. سابقون برادر من. سابقون. خب با چای تموم میشه؟ وهو الذي جعلكم. حالا میخوایم سخت‌ترش کنیم. آیه به آیه برگرد. آیه قبلیش. قل أغير الله. آیه قبل. لا شريك له. قبل. قل إن صلاتي. قبلي. قل إنها قل إنني هداني. قبلي. من جاء بالحسنة. قبلي. إن الذين فرقوا. قبلي. هل ينظرون. قبلي. أو تقولوا. قبلي. أن تقولوا. قبلي. وهذا كتاب. قبلي. ثم آتينا. قبلي. وأن هذا. قبلي. ولا تقربوا. صفحة بعد. هل ينظرون. دو صفحة بعد. قال ما منعك. دو صفحة بعد. يا بني آدم. دو صفحة بعد. ونادى أصحاب الجنة. دو صفحة والبلد بعد. الطيب. دو صفحة بعد. واذكروا إذ جعلكم. خمس صفحة بعد. قالوا آمنا برب العالمين. خمس صفحة بعد. واكتب لنا في هذه الدنيا. ده صفحة بعد. واذكروا إذ أنتم قليل. باشاي تامش صفحة. وما كان الله ليعذبهم. كلمة آخر. يستغفرون. صلواتي خد بفرمائن. إخواني يعني بينكم ما بين الله. أولا هالليلة مناسبة مولد الزهراء سلام الله عليها، والثانية شفته اليوم نابغة، أتصور لحد الآن ما شايفين إتش نابغة، صح أو كلام أو اشتباه؟ إنتوا ما شفتوا شيء لحد الآن. أريد منكم